بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. دعني اخبرك يا سيدنا صديقي، انا راجل اهلاوي بقلق جدا عن الاهلي مع موسيماني لما بيلاعب الجونه ولما بيلاعب فرق زي طلائع الجيش ولما بيلاعب فرق في الدوري المصري بقلق جدا على موسيماني. بس صدقني لو قلت لك ان انا النهارده في ماتش مونتيري ما كنتش قلقان خالص، كنت عارف ان موسيماني هيقدم مباراه عظيمه جدا، لان انا مؤاخذه ده ملعبه وهو بيعرف يلعب فيه كويس قوي 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 قوي، وبيعرف كويس جدا يتعامل في الظروف اللي زي دي. ايه الظروف اللي زي دي؟ تلعب كاس عالم الانديه قدام مونتيري، على الورق مونتيري هو المرشح الابرز، انت ما عندكش لعيبه من الاساسيين كتير موجودين في القائمه بتاعتك في كاس عالم الانديه، بس مع ذلك انا واثق فيك. ما كنتش واثق فيك بنكله في كاس الرابطه، بس جاي النهارده واثق فيك علشان ده ملعبك. ملعبك لما اقول لك العب لي بطريقه اقرب لل 5 3 2، او العب لي بطريقه اقرب لل 5 4 1 في الحاله الدفاعيه، العب لي الثلاثه تحت فيهم رام ربيعه وياسر ابراهيم ومحمد مغربي، وحط لي علي معلول ناحيه الشمال قدام مغربي، وفي نص الملعب مجدي قفشه واليو ديانج. اليو ديانج علشان يقوم بالحاله الدفاعيه في 3 4 2 1، ومجدي قفشه مفترض ان هو اللي يحرك الاطراف اذا كان علي معلول ولا اذا كان محمد هاني اللي قدم مباراه كويسه النهارده، غير ان هو سجل هدف بصراحه، بس هاني قدم مباراه كويسه جدا. وهاني في الشق الهجومي واحد من افضل الاظهره اللي موجودين في افريقيا بالنسبه لي، انما هاني في الشق الدفاعي مش عايزين نتكلم عليه كتير عشان الناس ما تزعلش. الاثنين اللي كان مفترض ان هم قدام خط النص او الستاره اللي كان عاملها موسيماني في نص الملعب كان احمد عبد القادر موجود ناحيه الشمال قدام علي معلول، والناحيه الثانيه كان حسين الشحات ومهاجم وحيد طاهر محمد طاهر. ايه الصفه اللي متجمعه في الثلاثه؟ اذا كان طاهر ولا احمد عبد القادر ولا حسين الشحات؟ بالظبط السرعات، هم الثلاثه عندهم سرعات، هم الثلاثه يعرفوا الفرقه في الحاله الدفاعيه. تبص على واحد فيهم هتلاقي ان هو بينطلق، تبص على احمد عبد القادر، تبص على حسين الشحات هتلاقي ان هو بينطلق، تبص على طاهر محمد طاهر هتلاقي ان هو بينطلق، ودي بتسهل مهمه موسيماني، وهي ان انا اعرف اوصل الكوره بسرعه قوي من تحت لفوق، وفعلا الاهلي كان بيعملها كتير الشوط الاول، الاهلي كان بيعملها كتير قدام مونتيري ان هو بيقطع الكوره، بص على طاهر، بص على حسين، بص على عبد القادر، طاير على طول. انما تحضير وان انا اطلب منك تعمل لي مباراه هجوميه وقتها موسيماني مش بيعرف يتعامل، موسيماني في الماتشات الكبيرة دي بيعرف يبني طريقة لعبه على أفكاره اللي هو كان متعود عليها على صن داونز، اللي هو أنا عايز أدافع كويس وأقفل كويس وأخلي المساحات تكون معدومة قدام المنافسين، وفي نفس الوقت أعرف أطلع بالكورة على ناس يكون عندها سرعات ويكون عندها مهارات، وده موجود عند عبد القادر وموجود عند حسين وموجود عند طاهر محمد طاهر. علشان كده عبد القادر وحسين وطاهر محمد طاهر هما اللي كان مبني عليهم اللعب كله هجومي، انتوا اللي هتطلعوني لقدام. وطبعا مجدي قفشه زي ما قلت لك هو هيكون صاحب التمريرات الحراريه اللي مفترض ان هو يحرك الناس دي والاهلي معاه الكوره، لان كان مفترض ان الاهلي والاهلي معاه الكوره بندور على مجدي قفشه يحرك لنا الفرقه هجوميا، بندور على مجدي قفشه يروح قدام يفكر يصوب. اليو ديانج هو اللي شايل الواجبات الدفاعيه طبعا، والثلاثه اللي تحت بيكملوا معانا لما بنطلع لقدام اذا كان ياسر او رامي او مغربي. ياسر ورامي مغربي الثلاثه كانوا عاملين مباراه ممتازه جدا النهارده قدام مونتيري. مونتيري ما كانش عنده فرص خطيره جدا للتسجيل، بالعكس كان في فرصه واحده مقابل ان الاهلي كان عنده فرص كتير جدا. ليه؟ لان الكومباكت اللي الاهلي بيلعب بيها بتغطي فرديات لعيبه كتير، بتغطي فرديات بس بتخلي شكل المجموعه ممتاز جدا. علشان كده الاهلي مع موسيماني في الماتشات الكبيره ما تقلقش عليه، لان موسيماني بيعرف يوقف الفرقه كويس قوي، موسيماني بيعرف يلعب اللعبه دي من زمان، اللي هو العب جيم دفاعي اعتماد على المرتدات، اخطا في المباراه، اضيع فرص كتير، بس اهم حاجه ما يجيش عليا فرص كتير، لان انا لو دخل فيا هدف هفقد الافضليه اللي انا جاي بيها، وقتها امسك الكوره والعب بيها. والشغل بالكوره مش من اختصاص موسيماني، موسيماني اختصاصه رد فعل. اه في مدربين في الكوره بيحبوا الكره الدفاعيه وبيحبوا الكره الهجوميه، وكروش وصلنا نهائي كاس الامم الافريقيه بالكره الدفاعيه دي، احنا بنلعب ماتشات النفس الطويل، فاحنا ممكن ما يكونش عندنا لعيبه مميزين جدا كفرديات، انما كمجموعه كلهم بيطلعوا مميزين جدا. علشان كده اهلي النهارده نفس اللعيبه هي بنفس التكتيك اللي موسيماني لعب بيه النهارده، ينفع يلعب بيه قدام سموحه؟ ما ينفعش يلعب بيه قدام سموحه. ما ينفعش ان موسيماني يسيب الكوره اغلب الوقت اللي سموحه، لان اغلب الفرق في الدوري المصري بتنزل سايبه لك الكوره، فطبيعي ان شكلك كاهلي مع موسيماني يكون في مشاكل، غير ان موسيماني لما بيكون عليه ضغط في الماتشات اللي مطالب ان هو يكسبها مش بيعرف يتعامل، بتلاقي ان في تغييرات غريبه جدا الراجل بيغيرها، انما في الماتشات اللي مطالب منك ان انت بتكون رد فعل ولو خسرت مفيش اي مشكله، موسيماني بيعرف يتعامل وبيعرف يكون الشخصيه الاهدى. علشان كده موسيماني الخجول، موسيماني الدفاعي، موسيماني الخواف بيعجبني جدا على موسيماني الجريء، موسيماني اللي بيعمل ادوار هجوميه، موسيماني اللي بيعرف
اعرف افك توترات دفاعيه. موسيماني اللي بيشتغل شغل في الكرات الثابته كل ده مش بتاع موسيماني بس. موسيماني بيشتغل كومباكت وهجمات مرتده اديك الشابوه اديك الريسبكت. موسيماني بيلعب ماتشات دفاعيه بيقدر يخطفها. علشان كده موسيماني مع الاهلي في الماتشات الكبيره ما تخافش عليه، انما مع الاهلي في الماتشات المتوسطه والضعيفه تقلع الاهلي منه. دي وجهه نظري عن مباراه النهارده. وبصراحه الاهلي عمل مباراه النهارده جميله جدا جدا جدا، بس جمالها كله كايه؟ ككومباكت، خطوط متقاربه، مفيش فرص خطيره على مرماك، وده بصراحه اللي هيرجعنا نفس الفكره اللي احنا بنينا عليها الكلام بتاعنا. بس لا مش هنرجع عليها تاني عشان خاطر لو اتكلمنا كتير جدا على موسيماني مش هندي له حقه في الماتشات اللي هو بيعرف كويس قوي يقفل المساحات وبيعرف كويس قوي ان هو يستغل هجمات المرتده. هجمه مرتده عرضيه الجون طلع مره واحده هاني حط جبنا جول. بعدها انا الخطير جوه الملعب، انا الخطير جوه الملعب لان الفرقه اللي قدامي ما كانتش قويه قوي كرد فعل ولا كانت قويه قوي كاختراقات ولا كانت قويه قوي كسرعات ولا كانت قويه قوي كفكره كرات ثابته. فالنهارده موسيماني يعني ما عكش كتير في التغييرات. موسيماني نزل كريم فؤاد مكان مغربي للاصابه ويخلي كريم فؤاد برده ثالث معاهم تحت، او تقريبا نزل محمد هاني، نزل محمد هاني تحت ثالث معاهم وخلى كريم فؤاد هو اللي يكون بيعمل الادوار الهجوميه مكان محمد هاني، ونزل مكسويني مكان احمد رضوان اللي هو مفترض احمد عبد القادر. مكسويني وليد سليمان كان مفترض ان هم بيعملوا ادوار كان بيعملها حسين الشحات واحمد عبد القادر. هي الفكره كلها قايمه على اللعيبه الثلاثه اللي قدام يكون عندهم سرعات، وطول ما عندهم سرعات ما تقلقش على موسيماني في الماتشات الكبيره. طول ما احنا ما بنقلقش على موسيماني في الماتشات الكبيره، تعالى لو عجبك الفيديو اعمل لايك او سبسكرايب ونيجي نشوف موسيماني هينايل ايه في الماتشات الصغيره. ولو ما عجبكش الفيديو فرايك واحترم. ومش بقلل من موسيماني خالص على فكره، انا بدي له حقه، بدي له حقه انه يعمل ماتشات كويسه وبطلع اشلف فيه لما بيخربها.